كولونيل أنقرن أحد مهندسي انقلاب 1972 بالمغرب، من مواليد سنة 1938. ربطوا علاقات قوية بشخصيات عسكرية نافذة بفضل القاعدة الجوية للقنيطرة التي كانت تتوفر على قاعات اللعب والاستمتاع، كما كانت لديه علاقة وطيدة مع الكوموندو كويرا الذي تلقى معه نفس التكوين. كان أنقرن يحظى بثقة الجنرال أوفقير، خاصة بعد المحاولة الانقلابية الأولى بالصخيرت والتي تم فيها تسليم سلطات واسعة له، جعلته يفكر في محاولة ثانية، ولكن هذه المرة بطريقة أخرى. تم تعيين أنقرن مساعد قائد القوات الجوية، في حين أسندت مهمة تدبير شؤون القاعدة الجوية بالقنيطرة إلى كويرا، وبدأ التخطيط لعملية أطلق عليها تسمية البرق سنة 1972. كان يرتقب سفر